ينضم إلينا من الرياض مراسلنا علي الشريف. ونقترب أكثر علي الشريف من هذه الإجراءات التي اتخذتها السلطات السعودية. نعم فضيلة، بالفعل المملكة العربية السعودية أعلنت يوم أمس تعليق الرحلات الدولية لمدة أسبوع قابل للتمديد، أيضا إغلاق المنافذ البرية والبحرية. كذلك ذكر البيان على أن الأشخاص القادمين من دول شهدت تمحورا للفيروس قبل أسبوعين أن ضرورة اتخاذ العزل المنزلي لمدة أسبوعين، وكذلك إجراء فحص كورونا كل 5 أيام. أيضا على الأشخاص القادمين من دول شهدت تمحور لهذا الفيروس لفيروس كورونا أن بسرعة إجراء الفحص بسرعة إجراء فحص فيروس كورونا خلال الأيام القليلة القادمة. أيضا كان لهذا القرار استثناءات، من ضمن هذه الاستثناءات حركة نقل البضائع وسلاسل الإمداد. أيضا الرحلات الأجنبية المتواجدة في المملكة يسمح لها بالمغادرة. قبل قليل كان لوزير الصحة تعليق على وكالة الأنباء السعودية بأن هذا الفيروس هو ليس الأسوأ وإنما هو تمحورا لهذا الفيروس. أيضا أكد أن الدراسات الأولية تشير إلى فعالية اللقاح تجاه هذا التمحور للفيروس. نعم فضيلة، شكرا علي الشريف مراسلنا من الرياض.